وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. عودة مرة أخيرة إليك فاطمة. شكرا أميرة ودينا، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 39، الصغرى 27، اسكندرية 35-25، مطروح 32-24، بورسعيد 35-26، إسماعيلية 40-25، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للسويس 40-25، العريش 36-26، طابة 37-24، شرم الشيخ 41-30، الغردقة 40-30، وجوها أيضا شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 44-29، أسوان 44-30، الوادي الجديد 45-27، شلاتين 40-30، حلايب 38-30، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.